ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في ملخص لقاء بولندا والسعوديه، وبعد سعودي زمالك بفوز على مصر بورسعيدي، وطبعا كاس العالم ومتعته، وهنتكلم على الحدد الفنيه. بس قبل ما نتكلم على ملخص اللقاءين، عايزين اعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم، وباذن الله اكون عند حسنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بولندا تحطم تاهل التاريخي للسعوديه بعد ليفاندوسكي ما قدر يصنع الفرق مع بولندا فعلا بعد التعادل في اللقاء الاول. وفعلا النهارده ليفاندوسكي قدر يصنع الجون الاول باستلامه كويسه جدا وكره بالعرض، والراجل يخش يحط ويحط الجول الاول ويخطف الاضواء وينيم الماتش زي ما هو عايز ليفاندوسكي، وفجاه يطلع من تحت الارض ويخطف ليفاندوسكي ويحط الجول الثاني علشان يعطل المنتخب السعودي، علشان لا بديل للمنتخب السعودي حتى الان غير الفوز على المكسيك اللي هتكون اللقاء القادم بالنسبه للسعوديه. وطبعا السعوديه النهارده عملت مباراه محترمه جدا، محترمه للغايه، لقاء ممتع ومثير. وبنطلع من كاس العالم بنخش على كاس مصر، بس هناك فرق شاسع كبير جدا جدا جدا. بس بصراحه النهارده قدر النهارده بعد اهدار سالم الدوسري ضربه الجزاء اللي كانت هترجع السعوديه للمباراه واللي كانت هتفوق السعوديه اكتر ما هي فايقه، بس هو ده قدر الله ما شاء فعل. وطبعا النهارده دي اقل حاجه المنتخب السعودي بعد خسارته بلقاء اليوم امام بولندا 2-0، وكده لا بديل للفوز للسعوديه على المنتخب المكسيكي اللقاء القادم. طبعا هنخش على لقاء كاس العالم، هنخش على كاس مصر، والفرق باين، الفرق باين حتى في المباريات، حتى في الاجواء، حتى في كل حاجه بصراحه للكره العالميه او المنتخبات العالميه مع اللقاءات المصريه او كاس مصر بمعنى الكلمه. بس النهارده ملخص جميل جدا جدا جدا، قدر النهارده الزمالك يعود من جديد رغم غيابات، ما ننساش ان في غيابات كتيره قوي بالنسبه للزمالك. النهارده ما فيش فلاوده بنلعب بيها، النهارده يوسف اوباما خارج من طاقه الخدمه تماما عشان ما بيلعبش في مكانه. يوسف اوباما يا جماعه مش قادر يجري خالص، ده يوسف اوباما مش قادر يتحرك ولا يعمل فينت ولا يعمل كده ولا يعمل ده، مش قادر، ده مش شايف. انا ما اعرفش يوسف اوباما بصراحه فيريرا مستني عليه لحد امتى، او المدير الفني مستني لحد امتى، او المدرب العام او الجهاز الفني عامه لحد امتى. بس احنا مش عارفين بصراحه اوباما هيودينا لفين. رغم فوز النهارده، رغم الغيابات الكتيره في الاصابات، رغم اللي فيه عنصر من العناصر الاساسيه في نادي الزمالك في الغيابات، بس النهارده قدر الزمالك سيد نيمار، لا مش هنقول بقى اسمه سيد نيمار، سالم الدوسري لما حط واحده كده من بتوع الارجنتين اللي راحت في البعيده، سالم الدوسري النهارده متع الدنيا، يعني هو سيد نيمار قدر يخطف المصري البورسعيدي بواحده مداويه ويحطها، وهو بصراحه نجم اللقاء احمد سيد زيزو بلا منازع. والنهارده قدر بجد محمد عواد ينقذ هدفين مؤكدين للمصري، والنهارده يعود من جديد الملكي، يعود من جديد لفوزه، يعود من جديد لفرحته، يعود من جديد لتألق والابداع. علشان كده النهارده الزمالك فاز، وكده الزمالك هيتلقى الفائز بين بيراميدز والبنك الاهلي. وما ننساش اللي بكره عندنا لقاء محترم جدا 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 هيكون بين الاهلي والمقاولين، وطبعا هيكون لقاء ممتع ومثير ولقاء في منتهى الاهميه، وطبعا هنشوف حاجه محترمه جدا من النادي الاهلي. طبعا لقاء بكره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون الملخص عجبكم في بعد فوز الزمالك النهارده وبعد فوز بولندا على المنتخب السعودي بهدفين. ومش قادر اقول لكم بصراحه متعه الاثاره، متعة اللي صار من ملعب الدودي بودي سبورت. يا رب كل حاجة عجبتكم. قبل ما ناخد معاكم نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك.
بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الله انتظروني غدا عقب لقاء الملخص الجميل الاهلي والمقاولين، ملخص الجميل الاهلي والمقاولين. يا سلام عليك يا دودي يا سبورت، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.